المعرض بيضم حوالي 35 لوحة اسمه فايت، يعني الاسم ده مشتق من روح المعرض. المعرض عبارة عن أعمال مرسومة بخامة الألوان الزيتية، وجزء تاني مرسوم بألوان الباستيل. اللوحة اللي احنا واقفين جنبها دي لوحة من الحاجات المحببة ليا، لأن الراجل اللي هو اللي بيبيع الرسوس ده معناه بنشوفه كتير في مصر، فأنا تناولته بزيه التقليدي بزيه الشعبي وروح الشارع المصري، بحاول يعني أجمع يعني وجوه مصرية أعبر عن يعني كذا منطقة في مصر، يعني منها حضرتك اللي شفته دوت، منها الولد اللي بيبيع شماسي في مرسى مطروح بيبيع عوامات، منها الولد اللي راكب قمار في الريف، كلها يعني حاجات طبعات من مصر، مش من منطقة معينة بس من مناطق متنوعة. الست اللي بتعمل الفخار وبتساعد الست البدوية، البنت الطفلة الصغيرة، الست اللي راجعة من السوق مش عيانة. ده بورتريه أو موديل يعني شاب الفنان شخصية مشهورة جدا ولا الشغلات اليومية الواحد ما بيصدق يلاقي فرصة يشاهد عمل فني رفيع المستوى زي معارض الفن التشكيلي، خاصة لما يكون زي سبيكر في المناطق. أعتقد إن الوزن هو الكبير في المعرض من حيث التنوع، سواء التنوع الأدوات أو التنوع البيئة، وقدر إن هو يقدم لنا حاجة أنا شخصيا يعني انبسطت منها من هويتها الاطلاع عليها، وكل ما اكيد كل ما الاقي فرصه هتابع مثل هذا المعرض. بس الفكره في النهايه وقتها هدول مع بعض يعملوا حاله تانيه برضه نفس فكره حل الفيجر والحمار، بس حلها فتاه عصريه جدا لها حاجه شبيهه. الحقيقه الاستاذ خالد عبد العاطي زي كل معارضه السابقه فنان موهوب بيمتلك ادواته فعلا، وبيقدم لنا في كل معرض بيدهشنا بانه قد ايه قادر يختزل البيئه المصريه بكل مفرداتها ويقدمها، سواء في الوجوه المصريه الاصيله او حتى في اللاندسكيب الخاص بالاماكن والمراكب والقرى. فخالد السنه دي بيقدم لوحات حقيقي معبره جدا عن الطبيعه المصريه.